بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات التعليم عن بعد الاكتساب المطور، طلاب مكرر مدخل الاقتصاد الاسلامي، طلاب المستوى الرابع، اهلا بيكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا لهذا المكرر، وهي مكرر الاقتصاد مدخل الاقتصاد الاسلامي. انا كنت متعمد اخر شوية عشان الناس يعني تزداد شوية في العدد، ونبدأ محاضرتنا مع بعض ان شاء الله ما فيش مشكلة، لكن زي ما تعودنا دايما الشباب بنأكد على ان الصوت واضح. الصوت واضح يا شباب؟ كل بيقول واضح، يبقى اذا نبدأ على بركة الله. وهنبدأ النهاردة يا شباب، احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت على كيفية مواجهة المشكلة الاقتصادية في الانظمة الاقتصادية المختلفة، وتحديدا احنا صفحة 17 يا شباب، صفحة 17. اول حاجة بنتكلم على كيفية مواجهة او حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي من وجهة نظره. يا ترى ايه اللي يعتمد عليه؟ يا ترى عنده آليات او طرق او اساليب او ادوات بيواجه بها المشكلة الاقتصادية؟ بالتأكيد عنده. والنظام الاقتصادي الرأسمالي بيعتمد على آلية رئيسية يا شباب، الا وهي آلية جهاز الاسعار او جهاز الاثمان، او بتسمى آلية السوق. وآلية السوق طبعا انت مرت عليكم في مبادئ الاقتصاد الجزئي، انت عارفين ان آلية السوق هي عبارة عن كرة العرض والطلب. كرة العرض ايه يا جماعة؟ والطلب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باختصار هم عايزين يقولوا ان اسعار السلع والخدمات والموارد وكل شيء والاجور والرواتب يتم تحديدها من خلال آلية السوق، من خلال الطلب والعرض، ولا تتدخل الحكومة في هذا الجانب الاقتصادي على الاطلاق، انما تترك هذه الامور في تحديد اسعار السلع والخدمات والاجور والرواتب تترك لآلية السوق. بمعنى قالوا ان آلية السوق هي، لان الموارد قليلة والرغبات كتيرة ودي عاملة مشكلة اقتصادية، فلو تركنا آلية السوق هي اللي تحدد ننتج ايه وما ننتجش ايه، وبالتالي الحاجات اللي عليها طلب يتم انتاجها، والحاجة اللي ما عليهاش طلب ما يتمش انتاجها، او كنسبة وتناسب على حسب الطلب يتم الانتاج. وبناء عليها بناء قال لك بالطريقة دي هنقدر نستخدم الموارد المحدودة او الاقتصادية او النادرة نسبيا دي استخدام امثل، ونواجه به الرغبات والاحتياجات الكثيرة المتعددة والمتنوعة والمستمرة التي لا تنتهي للفرد وللمجتمع. دي الحقيقة هي الآلية الرئيسية يا شباب اللي اعتمد عليها النظام الرأسمالي في مواجهة المشكلة الاقتصادية. لكن خلينا نقول جزئية كده في هذا البند برضو بتاع مواجهة المشكلة في النظام الرأسمالي. قالوا ان ممكن دخل اي فرد نقدر نحدده من خلال عنصرين او من خلال عاملين. يا ترى ايه دخل الفرد ده؟ اولا علشان انت تقدر تحدد بالتقريب دخل اي فرد بنسأله على حاجتين: مقدار ما يمتلكه من عناصر الانتاج. احنا في صفحة 17 تحت كده يا شباب، صفحة 17 اخر سطرين. العامل الاول يا جماعة مقدار ما يمتلكه من عناصر انتاجية، والعامل الثاني هو سعر عنصر الانتاج السائد في السوق. يعني مثلا نقول لو سألت واحد بقول له انت بتشتغل ايه، بقول مدرس، بقول له انت بتدرس ايه، بقول مثلا لغة انجليزية، بقول له بتدرس بقالك كم سنة، بقول مثلا 10 سنين. طب انت كده عرفت تقريبا مرتبه ممكن او دخله الشهري من الوظيفة دي يبقى كام ولا لا؟ اكيد عرفت يعني بالتقريب. واحد تاني مثلا بتسأله بتقول له عندك ايه، وانا ما عنديش غير مصنع لانتاج العصير، ما عنديش لا وظيفة حكومية ولا قطاع خاص ولا حاجة، هي مصنع بس انتاج العصير. بقول له بتنتج عصير ايه، بتنتج كام علبة في الشهر مثلا، والعلبة بتبيعها بكام؟ اكيد كده عرفت ايه دخله. لو واحد تالت مثلا بقول له انت عندك مصدر دخلك ايه، بقول ما عنديش، عندي عماره سكنيه فيها 10 شقق باجرها، بقول له بتاجر الشقه بكام مثلا في السنه او في الشهر، يبقى كده انا عرفت برضو مستوى الدخل بتاع الفرد دوت. لا دي حاجه جانبيه كده ساعات تيجي في الاختبار، اختيار متعدد او صح وغلط. احنا صفحه 17 زي ما بنقول هنا مقدار ما يمتلكه من عناصر الانتاج وسعر عنصر الانتاج السائد في السوق.
يا جماعه اللي عنده الصوت بيقطع، قلنا كذا مره قبل كده الصوت من عندكم انتوا مش من عندنا، اما يكون من النت عندكم ضعيف او الجهاز اللي انت شغال فيه، او الافضل ان انت تستخدم سماعات هيدفون علشان تسمع كويس. طيب يا شباب خلينا بعد كده، والصوت اعتقد هيبقى افضل دلوقتي، الصوت دلوقتي افضل. خلينا نقول بقى يا شباب ديت المشكلة الاقتصادية وكيفية مواجهتها من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي. يا ترى بقى انت يا نظام اشتراكي بتواجه مشكلتك ازاي؟ هل بتعتمد على نفس الادوات والاليات اللي بيعتمد عليها النظام الرأسمالي؟ يعني عندك حاجة اسمها آلية السوق؟ ولا ازاي بتواجه المشكلة يا نظام يا اشتراكي؟ قال لا الحقيقة انا عندي آلية مختلفة تماما، لان انا ما بعترفش بآلية السوق ديت، ما بعترفش بحاجة اسمها قوة عرض وطلب، انما بعترف بحاجة واحدة هي جهاز التخطيط المركزي. دي الاداة الرئيسية والاداة الوحيدة اللي بستطيع بها مواجهة المشكلة الاقتصادية. ومعناها ايه؟ معناها ان الدولة هي اللي بتمتلك كل الموارد، واللي هي اللي عارفة هنستخدم الموارد وننتج منها ايه، لان كل الناس اجراء عند الدولة او موظفين عند الدولة، وبالتالي محدش بيمتلك حاجة، الدولة هي اللي بتمتلك، وبالتالي هي اللي بتحط الخطط بشكل مركزي وتتبعت للناس كل واحد في مكانه ويقول له نفذ الخطة. مدير الجامعة في جامعته، مدير المدرسة في مدرسته، ومدير مستشفى في المستشفى، مدير مزرعة، مدير مصنع، تجي له الخطة اعمل كذا سوي كذا نفذ. بس هنخسر، بس المشروع مش مفيش عليه طلب والكلام ده، يقول لك نفذ مالكش دعوة، احنا لا نبتغي الربح، احنا عايزين مساواة اجتماعية. وبناء عليه النظام الاشتراكي لما بيحط خطة يا شباب تبقى الخطة جاية من الدولة مباشرة للشعب والشعب ينفذ. فحتى كمان لما يحطوا له خطة، يحطوا له خطة النقل وخطة الانتاج وخطة التسويق وخطة التوزيع، خطة بتشمل كل حاجة. يعني على سبيل المثال لو واحد مثلا يعمل مصنع لحاجة معينة فبيسألوه سؤالين، ماذا توفر عنصر الانتاج اللي انت هتنتجه؟ يا ترى موجود في بلدنا ولا هنستورده من بره؟ يقول لهم ليه؟ ولا عشان نحط لك خطة الاستيراد. ثانيا، هل العنصر اللي انت هتنتجه ده والمادة الخام اللي هتستخدمها قريبة من المصنع ولا بعيدة؟ ليه؟ يقول لك عشان نحط لك خطة النقل، خطة النقل ووسائل النقل، وهكذا. طبعا احنا بنتكلم على الاشتراكية القديمة يا شباب، لكن الاشتراكية الموجودة في الوقت الحالي اشتراكية بمفهوم حديث شوية، فاحنا مش بنتطرق للاشتراكية الحديثة، احنا بنتكلم على مقرر هتختبروا فيه. فاحنا بنتكلم على الاشتراكية كفكر اشتراكي في البداية، وكذلك الرأسمالية. لكن طبعا في دول اشتراكية حالية ولكن بمفهوم حديث شوية، لكن في أسس ثابتة، يعني الملكية عامة والناس أجراء عند الدولة وهكذا. لكن قد يكون في بعض الاختلافات. في اللي عايز يستزيد بقى يدخل على النت ويكتب دول اشتراكية ويطلع على اسلوبها ونظامها والكلام ده كله، وده مش مجالنا هنا، احنا مجالنا بندرس مقرر عشان نلتزم بيه وبتختبروا فيه وما يحصلش تشتيت للطلاب او الطالبات. تاني حاجة يا جماعة، مدى توفر عنصر انتاجي، مدى قربه من الوحدات الانتاجية. ليه الكلام ده؟ اقولك عشان نحط لها خطة مركزية للنقل والانتاج والتسويق والكلام ده كله. وبالتالي النظام الاشتراكي بيعتمد على اداة رئيسية، الا وهي يا جماعة ألا وهي التخطيط المركزي، التخطيط الايه؟ المركزي. طيب ننتقل لحل المشكلة الاقتصادية بقى من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي أو في النظام الاقتصادي الإسلامي. يعني كيف يتم مواجهة المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي؟ احنا بنقول ان المشكلة في النظام الاقتصادي الإسلامي ليها كم بعد يا جماعة؟ ليها ثلاثة أبعاد. ليها كم بعد؟ ليها ثلاثة أبعاد. طبعا احنا عرفنا قبل كده ان طبيعة المشكلة في النظام الرأسمالي ان هي مشكلة انتاجية، اما طبيعة المشكلة في النظام الاشتراكي قالوا ان هي مشكلة توزيعية، اما في النظام الاقتصادي الاسلامي يا جماعة قالوا ان المشكلة ليها كم بعد؟ المشكلة قالوا ان المشكلة ليها ثلاثة أبعاد. ليها كم بعد؟ ليها ثلاثة أبعاد. ايه هم الثلاث أبعاد للمشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي؟ برضو ذكرناها قبل كده. بنقول أول حاجة
إن هي مشكلة سلوك خاص وعام بالفرد والمجتمع، مشكلة سلوكيات خاصة وعامة بالفرد والمجتمع، وكمان إن هي مشكلة إنتاجية زي النظام الرأسمالي، وكمان إن هي مشكلة توزيعية زي النظام الاشتراكي. وبناء عليه بتوجد 3 أبعاد للمشكلة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، لأنه هو اقتصاد شامل بينظر بمنظور شامل، مش بيركز على حاجة ويسيب حاجة تانية، ولكن بينظر بمنظور شامل بحيث إنه بيشايف إن المشكلة ليها 3 أبعاد دول، وبالتالي كل بعد من الأبعاد دي هيكون ليه ركيزة في الحل، هيكون ليه أدوات خاصة بيه وطرق وأساليب ووسائل يتم بيها مواجهة هذه المشكلة أو هذا البعد من خلال 3 ركائز. طب إذا كنا بنقول إن هي مشكلة سلوك خاص وعام كبعد أول، إيه ركيزة الحل هنا يا جماعة؟ نعمل إيه في سلوكيات الناس؟ نخرب سلوكيات الناس؟ ولا ها نعمل إيه بقى في سلوكيات الناس شباب كحل وكركيزة للحل للبعد الأولاني ده؟ مظبوط، نعمل عملية تنظيم لسلوك الناس من خلال إيه بقى؟ تنظيم سلوكهم من خلال إيه المرجعية بتاعتنا اللي هنعتمد عليها في تنظيم سلوك الناس وإحنا بنتكلم على اقتصاد إسلامي؟ ها المرجعية طبعا هي الشريعة الإسلامية اللي هي القرآن والسنة والإجماع والإجماع والقياس والكلام اللي انت هتقوله. تمام مظبوط. يبقى أول حاجة تنظيم سلوك الإنسان وتربيته من خلال التعليم الإسلامي ومسؤولياته في خدمة مجتمعه ونفعه ابتغاء ثواب الله عز وجل. طب ازاي يتم الكلام ده؟ الكلام ده نظريا كلام جميل، لكن ازاي عمليا يتم؟ هناخد الكلام ده بعد شوية، هناخد الكلام ده بعد شوية، بس بعد ما نشوف 3 ركائز لحل المشكلة. الركيزة التانية يا شباب، طب هي مشكلة انتاجية، نعمل ايه في الانتاج؟ نقلله؟ نخليه ينخفض؟ نخليه يتدهور الانتاج؟ ولا نعمل ايه في الانتاج كركيزة حل بقى؟ نقول ان هي مشكلة انتاجية، نعمل ايه في الانتاج بقى؟ ايوه، نعمل عملية برضو تنظيم للانتاج وتنمية وتطوير وزيادة. طب مين المسؤول تفتكروا عن تنمية وتطوير الانتاج يا جماعة؟ هل انت او انت بس المسؤولين، ولا ها القطاع الخاص المسؤول، ولا القطاع العام، ولا الحكومة، ولا مين المسؤول؟ ولا اهل الشورى واهل الخبرة واهل الفقه واهل العلم، ولا اهل البحث العلمي؟ مين المسؤول عن تنمية الانتاج وتطويره يا جماعة؟ الجميع، الجميع مسؤول عن تنمية الانتاج وتطويره، سواء قطاع خاص او قطاع عام، حكومة، افراد، باحثين، اهل شورى، اهل خبرة، اهل حكمة، كل ده كل واحد في موقعه مسؤول عن زيادة ايه يا جماعة؟ عن زيادة الانتاج. طب ازاي الكلام ده نظري جميل، طب ازاي نطبقه عمليا ونزود الانتاج عمليا؟ هنتكلم عليه بعد شوية، بحيث ان كل ركيزة من الركائز دي يا جماعة ليها شنطة ادوات او طرق او اساليب من خلالها هيتم حل البعد اللي بنتكلم عليه، يعني تنظيم سلوك الانسان وتربيته. وازاي يتم الكلام ده؟ هيتم من خلال شنطة ادوات هنتكلم عليه بعد شوية. تنظيم الانتاج وتطويره وزيادته وتنميته ازاي يتم؟ هنقول برضو ان ليه شنطة ادوات من خلالها وسائل وطرق واساليب هتزود الانتاج وتنمي. طب تالت بعد للمشكلة يا جماعة، احنا قلنا ان هي مشكلة ايه؟ توزيعية. طيب الاقتصاد الاسلامي عايز يعمل ايه في التوزيع؟ عايز يظلم الناس؟ عايز يدي للي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش؟ اللي عنده خبرة زي اللي ما عندوش خبرة؟ ولا عايز يعمل ايه؟ عايز يحقق العدالة الاجتماعية. طب ما الرأسمالي كان عايز يحقق العدالة الاجتماعية، بس الرأسمالي من سلبياته انه ادى الى ان الغني بيزداد غنى والفقير يزداد فقر نتيجة وجود الاحتكار. ولا عايز يحقق العدالة بمفهوم الاقتصاد الاشتراكي، ان هو عايز يسوي بين الناس تماما ويزيل الفوارق بين طبقات المجتمع ويعارض سنة كونية لله في ان ربنا خلق الناس درجات ومتنوعين ومختلفين. اما عايز يعمل ايه يا جماعة؟ عايز يحقق العدالة الاجتماعية بمفهوم الاقتصاد الاسلامي. ماذا تعني العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول والثروات؟ طبعا نوزع ايه؟ نوزع الدخول والثروات. ازاي نحقق العدالة؟ وايه مفهوم العدالة بمفهوم الاقتصاد الاسلامي؟ مفهوم العدالة هنا يا جماعة بمفهوم الاقتصاد الاسلامي هو ان نحقق مستوى معيشي مناسب لكل فرد وليس المساواة. العدالة الاجتماعية هنا لا تعني المساواة في الاقتصاد الاسلامي، وانما معناها تحقيق مستوى معيشي مناسب لكل فرد، بمعنى حتى الفقير يلاقي حياة كريمة يعيشها. مش عشان انت فقير مش هتتعلم، لا، ممكن نعمل لك تعليم، اي نعم جودته ممكن تكون قليله لكن هتتعلم. اما اللي معاه فلوس هيدفع ويتعلم في المكان اللي هو عايزه. هو انت علشان فقير مش هتتعالج؟ لا، انا اوفر لك علاج مجاني ولا علاج برموز بسيطه، علاج برسوم رمزيه، لكن ممكن يكون جوده العلاج اقل من الاماكن الخاصه والناس اللي معاها فلوس، لكن برضه هنوفر لك علاج يعني. وبناء عليه يا جماعه ليس معنى العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي
المساواة التامة وإلغاء الفوارق بين الطبقات أو إزالة الفوارق تماما بين طبقات المجتمع، وإنما معناها ومش هساوي بين الناس في الدخل والثروات. برضه مش معنى العدالة الاجتماعية إن أنا هساوي بين الناس في الدخول والثروات، يعني أدي لكل واحد رواتب زي التاني، مش هينفع طبعا لا. وبالتالي العدالة هنا يا جماعة قلنا هي تقليل التفاوت زي ما أنتوا بتقولوا، برافو عليكم، والكلام ده أعتقد تناولناه قبل كده. تقليل أو تخفيض التفاوت في توزيع الدخول والثروات، تقليل التفاوت فيها يا جماعة في توزيع الدخول والثروات. ايوه، ازاي بقى كركيزه للحل ان احنا نعمل العداله في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الاسلامي وليس باي مفهوم؟ ازاي يتم الكلام ده على ارض الواقع؟ ازاي يتم ده عمليا؟ اكيد في شنطه ادوات لكل ركيزه من الركائز الثلاثه. تيجوا بقى نفتح الشنط بتاع كل ركيزه من الركائز الثلاثه يا شباب، ونشوف ايه الادوات اللي ممكن تحل المشكله او بعد المشكله لكل بعد من الابعاد الثلاثه. اول ركيزة قلنا ان هي عبارة عن ايه يا جماعة في الحل؟ ان احنا ننظم سلوك الانسان ونربيه من خلال التعاليم الاسلامية وتعاليم الشريعة الاسلامية. طيب ازاي بقى يتم الكلام ده؟ هو الانسان ليه علاقة بكام واحد او ليه علاقة بمين؟ اول حاجة طبعا ليه علاقة باللي خلقه، بربه، برب الكون. اكيد لو نظمنا علاقة الانسان بربنا وتنشأت العلاقة دي على التقوى والطاعة والاستجابة لله وللرسول، أكيد هينجم عنها حل للمشاكل الاقتصادية. زي مثلا هندي مثال، الاستغفار علاقة مين بمين؟ علاقة العبد بربه. طب لو الإنسان فعلا التزم بالاستغفار وعرف إن الاستغفار ده هيحل له المشاكل، يا ترى فعلا ممكن الاستغفار يحل مشاكل يا شباب؟ ها نشوف كده قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يا ترى هيحصل ايه بقى لو حصل، لو يعني عملنا كده ايه اللي هيحصل يا ترى؟ هتحل مشاكل اقتصاديه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الايه طبعا في أدلة كتيرة، يعني الدعاء مثلا علاقة مين بمين؟ علاقة العبد بربنا. يا ترى الإنسان لو عرف إن الدعاء هيستجاب ليه ويحل ليه مشاكل هيساهم في حل المشاكل فعلا؟ أكيد طبعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا المؤمن عارف إن أكيد ربنا هيستجيب ليه إن عاجلا أو آجلا، أو يدفع عنه بلاء بهذا الدعاء، أو يؤجل ثواب هذا الدعاء له في الآخرة، وبالتالي أكيد الإجابة هتكون إيه يا جماعة؟ أكيدة. الأدلة يا جماعة مش مسألة محفظة، المسألة إن إحنا قلنا يا جماعة بكده الأدلة ممكن بتجيلك صح وغلط أو اختيار متعدد، فهتحفظ إيه يعني؟ الأدلة حتى لو جت تديله الحاجة بتيجي حاجة بسيطة وسهلة في شكل صح وغلط أو اختيار متعدد، وبتعمل عليه الفهم والاستيعاب هو الأصل، إنما تحفظ يعني ما هي حاجات بسيطة أصلاً مش محتاجة حفظ. ومع ذلك يعني الأدلة مش بتيجي بصورة صعبة ولا حاجة، يعني بتيجي بشكل سهل جدا، ده لو جات يعني، ده لو جات أدلة. يبقى إذا يا جماعة عرفنا بالفعل إن إحنا لو نظمنا علاقة الإنسان بربنا، التقوى علاقة مين بمين؟ علاقة الإنسان بربنا. طيب لو قلنا التقوى يا ترى هتحل مشاكل؟ طبعا ليها مفاتيح لمشاكل كتيرة جدا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. وايات كثيره عن التقوى لو قعدت تجمعها هتلاقي في ايات كثيره جدا وهي مفتاح لكل شيء، واتقوا الله ويعلمكم الله، وامور كثيره جدا اكيد التقوى. وبالتالي كل العلاقات الانسان بربنا لو نظمناها بناء على الشريعه الاسلاميه اكيد وعن يقين هتساهم في تقليل وحل المشاكل الاقتصادية. طيب يا ترى الانسان ليه علاقة بمين تاني؟ علاقة الانسان بغيره او بالاخرين، سواء بالفرد او بالمجتمع. يا ترى لو نظمنا علاقة الانسان بالانسان هيساهم في حل المشكلة الاقتصادية؟ اكيد طبعا هيساهم في حل المشاكل الاقتصادية. ازاي تاني؟ يعني على سبيل المثال
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أنت بتحب لأخوك اللي أنت بتحبه لنفسك، ده يقلل في المشاكل الاقتصادية أكيد. لو أنت غني وشايف أخوك الفقير سواء صلة قرابة أو غير صلة قرابة، وشايفه فقير محتاج وعطفت عليه وأعطيته، هل ده يساهم في تقليل الفجوة وتحسين مستوى المعيشة للناس؟ بالتأكيد. وبناء عليه يا جماعة، تنظيم علاقة الإنسان بغير الإنسان أكيد بأمور مختلفة هيساهم في حل المشاكل الاقتصادية بأشكال مختلفة، زي مثلا برضو عدم استخدام الفرد لموارده في الإضرار بالآخرين كالغش والتدليس والاحتكار وغيرها من أنواع الكسب الحرام، لأن أنت طالما تلتزم بالشريعة الإسلامية مش هتضر الناس، وبالتالي ده برضو هيؤدي لعدم وجود الغش وعدم التدليس وعدم الاحتكار وعدم الفساد وإلى آخره، وبناء عليه يكون مجتمع صالح ومستوى المعيشة بتاع الناس يعيشوا حياة كريمة. احنا في صفحة 20 يا شباب، في منتصف الصفحة. طيب تفتكروا في علاقة الإنسان بمين كمان؟ احنا قلنا علاقة الإنسان بربنا منظمها، علاقة الإنسان بغيره منظمها، إنما المؤمنون أخوة. علاقة الإنسان بمين تاني بقى؟ بالموارد، بالموارد الاقتصادية المحدودة والنادرة نسبيا، أو بالموارد عموما والبيئة يعني. تفتكروا لو نظمنا علاقة الإنسان بالموارد ده هيساهم في معالجة المشاكل الاقتصادية؟ طبعا موضوع تنظيم علاقة الإنسان بالموارد يا جماعة بيقوم على قاعدتين أو علاقتين، يا ترى إيه هما العلاقتين؟ مهمين جدا طبعا، بيجوا في صح وغلط أو اختيار متعدد برضه. قاعدتين أو العلاقتين دول هما قاعدة التسخير وقاعدة المسؤولية، أو علاقة التسخير وعلاقة المسؤولية. يعني إيه التسخير؟ يعني يا سيدي ربنا سخر لك نعم كتيرة ظاهرة وباطنة، وسخر لك الكون كله، ها، وملكك الكون ملكية استخلاف سواء ملكية خاصة أو ملكية عامة، علشان تفسد في الأرض، ها، ولا عشان تعمل إيه بقى؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا، عشان تصلح وتعمر. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أمركم بعمارتها بالزراعة بالبناية بالغراس بالتعدين بالتصنيع بالتعليم بالصحة إلى آخره. طب دي علاقة التسخير يا جماعة، يبقى لا تفسد في الأرض ولكن تعمر بشتى وسائل التعمير. طب علاقة المسؤولية هي نفس القضية برضه، ان انت مسؤول عن الموارد ديت، ومسؤوليتك عن الموارد دي ان انت تستخدمها استخدام امثل واستخدام جيد، استخدام بكفاءة انتاجية واقتصادية عالية تحقق منها اعلى عائد واعلى انتاج، ان انت ايضا تحافظ عليها من عدم الاهدار وعدم الاهمال. لما يكون عندك الات ومعدات وما بتعملهاش صيانة مثلا في المصنع، يبقى انت كده بتهدر الالات دي. لما يكون عندك اموال هتكتنزها، مش هتعمل بيها مشروع ولا حاجة حلال تخلي الناس تستفيد من وراك وتكتنزها، برضو ده غلط، لان انت هتتضرر، لان قيمة النقود مع الوقت هتقل، وكمان لو بتطلع منها الزكاة الفلوس بتاعتك هتخلص. فالافضل ان انت تعمل بيها مورد زي المال كده، او الافضل ان انت تعمل يا جماعة تعمل مشروع حلال تشغل الناس معاك يستفيدوا كل يوم مصدر دخل، يمكن ناس فقراء ولا بتاع، وانت ربحك يزيد وتطلع الزكاة تكسب او تربح ثواب الدنيا والاخرة، او تجني خيري الدنيا والاخرة. وبالتالي علاقتك بالموارد سواء كانت موارد مالية او موارد عينية، عقارات واراضي وغيرها من الات ومعدات ومواد خام، لازم كل الكلام ده تاخد بالك منه بحيث تنظم علاقتك بالموارد. دي كانت الركيزة الاولى يا شباب في مواجهة المشكلة الاقتصادية، اللي هي مشكلة سلوك خاص وعام كبعد اولاني. وركيزة الحل قلنا ان هي تنظيم سلوك الفرد والمجتمع من خلال تنظيمه بناء على الشريعة الإسلامية، وعرفنا ازاي ده فعلا علاقة الإنسان بربنا وعلاقة الإنسان بغيره وبالآخرين، يعني علاقة الإنسان بالموارد. دي كانت الركيزة الأولانية. تيجوا نشوف الركيزة الثانية اللي هي كانت مشكلة إنتاجية كبعد، المشكلة كانت مشكلة إنتاجية. طيب الركيزة بتاع الحل قلنا نعمل إيه؟ نفتح الشنطة بقى وقلنا تنظيم الإنتاج وتنميته وتطويره من قبل الجميع، القطاع الخاص والعام والحكومي والافراد وغيره. ازاي بقى يتم تنميه الانتاج وتطويره من خلال هذه الركيزه؟ لو فتحنا الشنطه هنلاقي فيها ادوات واساليب ومفاتيح ووسائل وطرق كتيره من خلال الشريعه الاسلاميه تقدر ان هي تزود الانتاج وتنميه وتطوره. زي ايه يا شباب؟ مثلا زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. يعني ايه؟ يعني الانسان
فرض عين عليه انه لازم يجتهد ويشتغل ويكف ايده عن انه يسأل الناس او يتسول، او طالما ربنا انعم عليه بنعم ها لازم يستخدم النعم دي في تحصيل رزقه ويأخذ بالاسباب ويجتهد ويعمل ولا يتكاسل ولا يتواكل، وانما يأخذ بالاسباب ويتوكل على الله عز وجل، وبالتأكيد ربنا هيرزقه كما يرزق الطير تاخده خماصا وتروح بطالا، يعني تطلع جعانة وترجع شبعانة. وبناء عليه شباب دي اول اداة ممكن، ان الاسلام بيحث على العمل ويحث على الاجتهاد ويحث على عدم التكاسل وعدم التواكل، وانما يشجع على التوكل والاخذ بالاسباب والاجتهاد والى اخره. ايضا يا شباب من الاساليب اللي بتساعد على زيادة الانتاج وتنميته وتطويره الا وهي ان الاسلام قلناها من شوية، كل الاسلام بينهى عن كنز الاموال اي حبسه عن التداول، يعني واحد يحط فلوسه في خزنة ولا في حصالة ويسيبها بقى ما يستخدمهاش وما يعملش منها حاجة، ولو هيطلع منها الزكاة هتخلص، وكمان قيمة الفلوس مع الزمن او النقود مع الزمن بتقل. وبناء عليه نعمل ايه في الاموال عشان ننمي الانتاج ونزوده؟ ايوه يفضل ان احنا ما نعطلش الموارد ديت ونستخدمها، ونشجع على الاستثمار الحلال في مشاريع حلال تحتاج لعمالة من الفقراء وغيره تحسن من مستوى معيشتهم وتزود الانتاج بتاع البلد وتحقق ارباحك، والارباح تزيد وتطلع كمان الزكاة، ربنا يبارك لك في اموالك وتجني ثواب او تجني خيري الدنيا والاخرة. ايضا يا شباب زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ارض، محدش بيستفيد منها، يمكن الناس بتتضرر منها ترمي فيها كمامة مش عارف ايه، طب واحد هياخدها يعمرها، هيزرع فيها، هيعمل فيها مصنع، هيعمل فيها اي تعمير يفيد نفسه ويفيد الاخرين وبناء عليه. وبالتالي ان الاسلام بالفعل بيشجع الانفاق الاستثماري، النقطة التالتة الانفاق الاستثماري وبيفضله على الانفاق الاستهلاكي. ليه؟ لان الانفاق الاستثماري يا جماعة هي نعمل مشاريع والكلام دوت هيساهم في زيادة الانتاج وتطويره، يبقى شجع الاسلام الانفاق الاستثماري الذي يؤدي لتنمية الانتاج وفضله على الانفاق الاستهلاكي. اجاب جايب لك صح وغلط، مثلا انت وانت بتذاكر وانت بتذاكر كده لازم تعودوا نفسكم على ان انت تطرح على نفسك اسئلة صح وخطأ او اختيار متعدد. مثلا على سبيل المثال اجي اقول لك مثلا شجع الاسلام الانفاق الاستثماري الذي يؤدي لتنمية الانتاج وفضله على الانفاق الاستهلاكي، صح والغلط صح. انما لو جيت لك العكس بقول لك شجع الاسلام الانفاق الاستهلاكي الذي يؤدي لتنمية الانتاج وفضله على الانفاق الاستثماري، يبقى غلط. يعني حاجات بسيطة وانت بتذاكر كده لازم تدربوا نفسكم على اسئلة صح وغلط، وبالتالي المكرر بسيط جدا لو انت بتذاكر بالطريقة دي ان انت تحط لنفسك اسئلة صح وغلط، او تطرح على نفسك اسئلة صح وغلط، او تطرح على نفسك اسئلة اختيار متعدد، وهكذا تلاقي المكرر سهل ان شاء الله عز وجل. وفي هذا الصدد يعني لما نلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يذبح شاه رأس من الانعام يعني او الاغنام او الماعز اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا موجودين، وواحد من الصحابة قام عشان يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم فراح يذبح رأس من الشاه، يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ حذره وقال له ايه؟ اياك والحلوب. ليه بقى اياك والحلوب؟ لان الحلوب دي يا جماعة هي رأس من الاغنام او الماعز اللي بتتكاثر وتتناسل يعني وتدر حليب والى اخره، يعني ديت هتزود انتاجك، فما تروحش تذبحها، اذبح حاجه غيرها، واضح؟ حاجه تكونش بتدر ولا بتتكاثر ولا بتتناسل، وبناء عليه ما تقضيش على رأس المال الاستثماري بتاعك، واضح يا شباب؟ رابع طريقه واسلوب من الاساليب، طبعا في اساليب كتيره لزياده الانتاج، لكن رابع اسلوب من اساليب زياده الانتاج يا جماعه ألا وهو إيه؟ يعني الاقتصاد الإسلامي ما بيحرمش الأرباح، الأرباح الحلال والاجتهاد في تحصيل الربح مش حرام، وبالتالي المنافسة وآلية السوق والمنافسة الشريفة المشروعة من أجل زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحقيق الأرباح الإسلام بيشرعها، وبالتالي إلا لكل مجتهد نصيب، لازم على قدر اجتهادك هتاخد هتحصل، وبالتالي ده بيدي لك حافز على انك تجتهد اكتر، لان انت عارف ان مجهودك مش هيضيع، مجهودك مش هيضيع يا جماعه مش هيضيع، وده برضه بيساهم في زياده الانتاج وتنميته وتطويره.
وبالتالي الإسلام بيقر بآلية السوق، لأن آلية السوق بتوفر نوع من العدالة في تحديد أسعار السلع والخدمات والأجور والرواتب، والاقتصاد الإسلامي بيقر بهذه الآلية لأنها فيها نوع من العدالة وتوافق الشريعة الإسلامية. أما التسعير الجبري فلا يجوز شرعا، إلا بقى قدام في المقرر كده شوية هناخد إن بعض العلماء زي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا يجوز التسعير الجبري للضرورة بشروط، يجوز بشروط، يا ترى إيه اللي هنقوله بس في وقتها قدام إن شاء الله. بنستكمل برضو أساليب زيادة الإنتاج أيضا اللي بيؤدي إلى تنمية الإنتاج وتطويره، ما فيش اختبار بيخلو منها الحقيقة، لأنها ركن من أركان الإسلام وأداة رئيسية من أدوات زيادة الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، ألا وهي الزكاة. الزكاة يا جماعة ليها أثار إيجابية كتيرة على زيادة الإنتاج وتنميته وتطويره. يا ترى الزكاة بتعمل إيه؟ طبعا بدي لك صح وغلط أو اختيار متعدد بأشكال مختلفة، فما فيش اختبار بيخلو من الزكاة. خلينا نشوف كده يا ترى الزكاة ممكن تعمل إيه وتزود الإنتاج إزاي. أول حاجة شباب إن الزكاة بتغني الفقراء، تعمل على الإغناء، يعني بتغني الناس، الفقير اللي محتاج ومش لاقي ياكل بيجي له مبلغ يقدر ياكل يشرب، بيجي له ملبس يقدر يلبس وهكذا. احنا في صفحة 21 دلوقتي يا شباب. انها تعتمد على اغناء لقول عمر بن الخطاب اذا اعطيتم فاغنوا، وان الزكاة تسهم في اغناء الفقراء وتسهم في توفير الوسيلة للعمل اذا كان في مال بيت الزكاة وفرة يعني. ثانيا ان من مصارف الزكاة مصرف الغارمين، وهو يتضمن حماية النشاط الانتاجي وتعويض المنتج، وذلك عندما يتعرض نشاطه للخسارة او عندما يتعرض نشاط الانتاج للتوقف فان الزكاة تدفع له ويساعد منها. الغارمين يا جماعة اللي هم فقدوا اموالهم باسباب يعني مش تقصير منهم ولا حاجة، اسباب خارجة عن ارادتهم، اما تكون كارثة طبيعية مثلا كحريق لا قدر الله او زلزال او فيضان او بركان او اي كوارث طبيعية، او كارثة خارجة عن ارادته زي مثلا ارتفاع او انخفاض الاسعار في السوق بشكل كبير جدا ادى الى افلاس وحاجات زي كده. فممكن مصرف الغارمين اللي هم عليهم ديون والكلام ده كله، فممكن نقف ونساعده لغاية لما يرجع زي الاول برضه، وبالتالي ده بيساهم في الانتاج. ايضا الزكاة يا جماعة من خلال زكاة بهيمة الانعام بيفضل اخراجها من الاناث، زكاة الانعام بقى سواء اغنام وماعز وابل وماشية وغيره، فاللي عنده الحاجات دي بتفي قدر الزكاة، فلما يطلع الزكاة بننصحه بنقول له لازم تطلعها انها تكون من الاناث. ليه من الاناث؟ لان الاناث دي رأس مال انتاجية، لان الاناث لما تروح لواحد فقير غالبا مش يقول هبيعها او هتبعها وكلها، لا ده غالبا بيقول ايه، والله انا خليها تكبر وتتكاثر وتتناسل عندي عشان اصير غني ويبقى عندي رؤوس من الانعام كتيرة. طب لما يصير غني هو كمان ها يعمل ايه؟ يطلع هو كمان الزكاة، وبالتالي فعلا ديت بتساهم في زيادة الانتاج وتنميته وتطويره. يا ترى ايه كمان يساهم في زيادة الانتاج وتنميته وتطويره يا شباب؟ الزكاة طبعا من اثارها ايضا الايجابية ان احنا بنقول ان هي بتتكرر كل سنة، الزكاة دي كل سنة لازم تطلعها، طالما طبعا في زكاة اموال، في زكاة ذهب، في زكاة فضة، في زكاة زروع، في زكاة ثمار، في زكاة تجارة، في زكاة فطر، كل الزكاة بتطلع طالما ان المصدر بتاعك بيبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. وبالتالي انت لو بتطلع الزكاة على طول بس مش مشغل اموالك وعمل لها عملية اكتناز هتخلص، فالافضل انك تعمل ايه بقى؟ وبالتالي ان الزكاة غالبا تتكرر كل عام مما يحافظ على انتاج الاستثمار حتى لا تقل سنويا باداء الزكاة، ومما ورد في الاثر اتجروا باموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة او لا تأكلها الصدقة، ده قول عمر بن الخطاب. بمعنى ان يا جماعة لازم نشغل الاموال، نشغلها في الحلال، انت هتستفيد بان ارباحك هتزيد وتطلع الزكاة تكسب ثواب الدنيا والاخرة، وتفيد المجتمع بان انت هتنتج سلعة ولا حاجة وتفيد الدولة، وتفيد كمان الأفراد الفقراء والناس اللي هم محتاجين لمصدر للدخل يتحسن مستوى معيشتهم، وبالتالي كل ده بيساهم في زيادة الإنتاج من خلال الآثار الإيجابية الجميلة بتاعت الزكاة. طب تيجي للركيزة الثالثة في مواجهة المشكلة الاقتصادية، احنا كنا بنقول البعد الثالث في المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي إن هي مشكلة يا جماعة توزيعية. طب عايزين نعمل إيه في التوزيع؟ عايزين نحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول والثروات، ولكن مش بأي مفهوم، بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. أيوة، إزاي بقى؟
ومفهوم الاقتصاد الاسلامي هو تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات، يعني نقلل الفجوه بين الناس، ما نخليش الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر زي الراسمالي، ولا عايزين نساوي بين الناس ونلغي الفوارق بينهم، لا لا عايزين ده، ولا عايزين نساوي بين الناس في الدخول والثروات، انما احنا عايزين نحقق نوع من العداله، بمعنى توفير حياه كريمه لكل فرد، او توفير مستوى معيش مناسب لكل فرد، او تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع. عداله نسبيه زي ما انت بتقول. مثلا مفهوم العداله يا شباب في النظام الاقتصادي الاسلامي لا يعني المساواه التامه بين الناس في دخولهم وثرواتهم. انا بقول لك صح ولا غلط؟ مفهوم العداله في النظام الاقتصادي الاسلامي يعني المساواه التامه بين الناس في دخولهم وثرواتهم. طبعا غلط. اقولها لك، مفهوم العداله في النظام الاقتصادي الاسلامي يعني ازاله الفوارق بين طبقات المجتمع. صح ولا غلط؟ غلط طبعا، انما هي معناها تقليل التفاوت زي ما انتوا بتقولوا. او معنى العداله ايضا في الاقتصاد الاسلامي ان احنا نتيح بقى الفرصه تكون متساويه، نساوي بينهم في الفرص، ها، اتاحه الفرصه المتساويه لجميع افراد المجتمع لاستخدام قدراتهم التي سخرها الله لهم من خلال قوى العرض والطلب واليه السوق، بما يحقق نفعهم مع الاهتمام بالفئات غير القادره على الكسب، بما يحقق لهم مستوى معيشي مناسب. يعني نساوي بينهم في الفرص، ما يكونش فيه وساطه ومحسوبيه والكلام ده، في اعلان مثلا وظايف لحد يتقدم، لا ما ميزش، انا ابص للخبرات اللي عندهم وللشهادات واختار الاكفأ والافضل للوظيفه، انما ما يكونش فيه محسوبيات ووسطات والكلام ده كله، يكون الناس عندي سواسيه، ما افضلش حد على حد الا بشهاداته وخبراته وقدراته فقط. وبناء عليها يا جماعه الركيزه الثالثه دي مهمه جدا، وبالتالي فتحنا بقى شنطة الأدوات. الكلام ده جميل طبعا، احنا نقلل التفاوت والكلام ده جميل، لكن ازاي نحققه عمليا على أرض الواقع؟ أكيد هنضطر نفتح الشنطة الثالثة يا شباب، ونلاقي فيها مجموعة من الأدوات والطرق والأساليب والوسائل اللي من خلالها هتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات. أنا قدامي يعني أقل من 10 دقايق، يعني 7 دقايق ولا حاجة، علشان الناس ما تقلقش، فقدامي حوالي 7 دقايق ونخلص إن شاء الله. اللي عنده محاضرة تانية يقدر ينسحب ويروح لها، وكده كده اللقاء بيسجل والكلام ده قلناه كتير قبل كده يا شباب، فما تقلقوش. وبناء عليه يا شباب بنقول ان الاقتصاد الاسلامي عنده العديد من الوسائل في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، من خلال انه بيقسم عملية التوزيع لثلاث مراحل، او ان عملية التوزيع يا شباب بتقوم على ثلاث دعائم او ثلاث ركائز اساسية. يعني عايز احقق عداله في التوزيع بمفهوم الاقتصاد الاسلامي ازاي؟ هقول لك من خلال ثلاث دعائم رئيسيه. الثلاث دعائم الرئيسيه دي بتساهم في تحقيق العداله في توزيع الدخول والثروات. وكل دعامه من دول ممكن نسميها مرحله او ليها مسميات اخرى هنقولها، ودي طبعا مهمه جدا وبرده ما فيش اختبار بيخلو منها. وبالتالي انت لازم تبقى عارفه المسميات المختلفة لكل مرحلة. يا ترى ايه المسميات الثلاثة؟ يعني عشان احقق العدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الاسلامي امر بثلاث مراحل؟ ايوه. يا ترى هم الثلاث مراحل دول بسميهم او الثلاث دعائم؟ الدعامة الاولانية او المرحلة الاولانية شباب بسميها مرحلة التوزيع الشخصي للثروة، او بيسموها مرحلة توزيع ما قبل الانتاج. برافو عليكم، لان الحاجة دي مرت علينا قبل كده وهتمر علينا قدام برضو ان شاء الله عز وجل، فهنتناولها قدام برضو تاني. مرحلة توزيع ما قبل الانتاج، او بتسمى مرحلة توزيع الشخصي، او بتسمى مرحلة توزيع مصادر الثروة، ليها ثلاث مسميات: مرحلة توزيع ما قبل الانتاج، مرحلة توزيع الشخصي، او مرحلة توزيع مصادر الايه؟ الثروة. دي المرحلة الأولى. بتعمل إيه المرحلة الأولى دي يا جماعة؟ بتعمل إيه؟ أيضاً المرحلة الأولى دي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات من خلال طبعاً آليات معينة وأدوات معينة. زي إيه يا ترى؟ زي أول حاجة مثلاً نقول تخفيف التفاوت بين الافراد وضبطه في حدود معقوله، ولذا فقد اقر الاسلام كلا من الملكيه الفرديه والعامه بدون تعارض. يعني الاسلام مبني على اباحه كلا نوعي التملك للفرد
في المجتمع سواء ملكية خاصة أو ملكية عامة، وبالتالي كلا نوعي الملكية بيدي حقوق للفرد وبيدي نوع من العدالة. هو أنت علشان فقير مش هتعرف تتعلم؟ لا، هنوفر لك جامعات ومدارس حكومية مجانية تتعلم فيها، يمكن مستوى التعليم ضعيف أي نعم لكن هتتعلم. هو أنت عشان فقير مش هتتعالج؟ لا، هتلاقي من خلال الملكية العامة للمستشفيات الحكومية والمستوصفات الحكومية والحاجات دي هتتعالج برضه مجانا، تأمين صحي وغيره، وهكذا يا شباب. وبالتالي سواء كانت ملكية خاصة تقدر من خلال مجهودك البشري تزود ممتلكاتك، أو باجتهادك تقدر تحسن من مستوى معيشتك، فكل مجتهد نصيبه أن الله ليضيع أجر من أحسن عمله. الدعامة التانية يا شباب، أو المرحلة التانية بيسموها مرحلة توزيع الدخول على عناصر الإنتاج، أو بيسموها مرحلة التوزيع الوظيفي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل عنصر شارك وأدى وظيفة وساهم وأدى وظيفة معينة في العملية الإنتاجية من حقه ياخد حاجة، من حقه يكون ليه نصيب في حاجة. يا ترى من حقه يكون ليه نصيب في إيه؟ يمكن يكون ليه نصيب ياخد ربح أو إيجار أو أجر حسب طبيعة مشاركته، لكن من العدالة إن إحنا ندي لكل واحد حقه ساهم وشارك في العملية الإنتاجية. لذلك بنقسم العناصر لعناصر بتستحق الأجر وعناصر تستحق الربح، بس دي خليها برضه هتمر علينا قدام في المقرر شوية يا شباب. يعني بالذات العدالة في توزيع دخول الثروات هناخدها بالتفصيل، وهناخد المراحل دي بالتفصيل تاني يا شباب ومسمياتها، بس قدام شوية في المقرر هنتكلم على التوزيع ومفهوم التوزيع والعدالة في الرأسمالي، والعدالة مفهومة في الاشتراكي ايه، والعدالة مفهومة في الاقتصاد الإسلامي ايه، ونيجي بقى واخدين التلات مراحل دول تاني بالتفصيل. خلاص، الدعامة الثالثة أو المرحلة الثالثة يا شباب بيسموها مرحلة إعادة التوزيع. إعادة التوزيع إيه؟ أكيد الدخول والثروات يعني على أفراد المجتمع. يا ترى إزاي بتتم دي؟ إزاي تتم عملية إعادة التوزيع؟ إعادة التوزيع ده يا جماعة في ليها أدوات كتيرة جدا وليها آليات كتيرة جدا، ومنها زي ما أنتوا عمالين تعددوا زي الزكاة، زي الكفارات، زي الوقف، زي الأضاحي، زي الإرث، زي لأن تلاقي معظم الحاجات دي عبارة عن أموال بتتدفق من الأغنياء وتروح للي الطبقات الفقيرة سواء فقراء ومساكين وإلى آخره. وبالتالي ده كله يساهم فعلا في تقليل التفاوت في توزيع دخول الثروات بين أفراد المجتمع بمفهوم الاقتصاد الإسلامي، أو تحقيق العدالة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. بننتقل لجزء جديد يا شباب، هو مش جزء جديد قوي عليكم لأن كل مصطلحات الحاجات دي مرت عليكم قبل كده يا شباب، ألا وهي إيه؟ مفهوم الإنتاج. اكيد انتوا خدتوا الانتاج في مبادئ الاقتصاد الجزئي، بس خدتوه برسوم بيانيه ومسائل ومعادلات لكن هنا الحقيقه ما فيش، هنا في نظري في رؤيه اسلاميه لمفهوم الانتاج. يا ترى هو ايه الانتاج؟ يا ترى مفهوم الانتاج في الاقتصاد الاسلامي هو ايه؟ هنقول طبعا الاقتصاد الاسلامي دايما نظرته واسعه وشامله، فبنقول اخذ الاقتصاد الاسلامي بالمفهوم الواسع للانتاج والذي يشمل عبارة عن إيه؟ عايزين نعرف الإنتاج، يعني ماذا يعني أنك تنتج أو أنك تنتجي؟ ماذا يعني أنك تنتج أو أنك، ماذا يعني الإنتاج؟ الإنتاج يا جماعة هو عملية توليد المنافع أو زيادتها على السلع والخدمات سواء كانت مادية أو معنوية. يبقى هو إيه تاني يا جماعة؟ هو عملية توليد المنافع أو زيادتها على السلع والخدمات سواء كانت مادية أو معنوية. ده مفهوم الانتاج ببساطة. لكن طبعا الاقتصاد الاسلامي بيركز على الجانب المادية والنفسية كعملية انتاجية، لكن الاقتصاد الرأسمالي او الاقتصاد الوضعي الاشتراكي الرأسمالي كان بيركز على الجانب المادي، على الارباح، على الجوانب المادية فقط، زي النظام الرأسمالي كان حافز الربح من خصائصه الرئيسية. نعرف تاني الانتاج في الاقتصاد الاسلامي يا جماعة هو ايه ده؟ لازم بقى نقول انه بيعتمد على الشريعة الاسلامية في التعريف، نقول هو عبارة عن نشاط اقتصادي منظم يهدف الى توليد منفعة او زيادتها سواء كانت مادية او معنوية، ولكن في اطار ضوابط وتعاليم الشريعة الاسلامية. نقول يا جماعة تاني التعريف موجود طبعا عندكم صفحة 23. الانتاج في الاقتصاد الاسلامي عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن ايه الانتاج ده؟ هو نشاط اقتصادي ولكن بشكل منظم، منظم يهدف إلى توليد منفعة أو زيادتها سواء كانت مادية أو معنوية للسلع والخدمات في إطار ضوابط وتعاليم الشريعة الإسلامية.
واضح يا جماعة، لازم نقول في إطار ضوابط التعليم الشرعي. طيب طبعا علماء الاقتصاد الإسلامي بيحاولوا دايما يوجدوا أو يجدوا صيغ تتلائم وألفاظ تتلائم مع كنا بنتكلم على اقتصاد إسلامي وشريعة إسلامية واقتصاد مرتبط بالشريعة والكلام ده، فبيحاولوا يجدوا الألفاظ اللي ليها أدلة في القرآن والسنة. فقالوا طب ما في لفظ أفضل وأوسع وأشمل وأكبر وأعمق في المعنى والمفهوم من لفظ الإنتاج، إيه بقى هو يا ترى؟ قال إيه رأيكم في العمارة؟ العمارة مش يعني العمارة السكنية اللي أنتم ساكنين فيها، إنما العمارة معناها تعمير الكون. تعمير إيه يا جماعة؟ تعمير الكون. يا ترى السؤال بقى، هل توجد علاقة بين مفهوم الإنتاج والعمارة؟ هل في علاقة بين الإنتاج والعمارة؟ وإن وجدت ما طبيعة هذه العلاقة ولماذا؟ هل توجد علاقة بين الإنتاج والعمارة؟ وإن وجدت ما طبيعة هذه العلاقة ولماذا؟ خلينا نقول الإجابة نعم توجد علاقة وطيدة. طبعا ما بيجيلكمش أسئلة مقالي ولا حاجة، ولكن يعني بيجيلك صح وغلط واختيار متعدد، لكن خلينا نطرح سؤال مقالي كده وخلاص يعني للفهم. هل توجد علاقة بين الإنتاج والعمارة؟ وما طبيعة هذه العلاقة إن وجدت ولماذا؟ الإجابة نعم توجد علاقة قوية ووطيدة ومترابطة ومتلازمة ها ووثيقة بين الإنتاج والعمارة. وطبيعة هذه العلاقة إن هي أن العمارة أوسع وأشمل وأكبر وأعمق في المعنى والمفهوم من الإنتاج. طب ولماذا؟ ليه هي العمارة أوسع وأشمل؟ ليه يا جماعة؟ هنقول يا جماعة لأن العمارة لا تقتصر، لأن العمارة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي لا تقتصر على النواحي الاقتصادية أو الفنية للإنتاج فقط، وإنما ها وإنما تتعدى إلى جوانب متعددة كثيرة جدا. فالعمارة بتعني الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والفكرية والسلوكية والتنظيمية للفرد والمجتمع، وتعني التنمية بالمفهوم الحديث اللي هي التنمية المستدامة، وتعني استخدام الإنسان لطاقاته بشكل منظم ومقصود، معناه استخدام الموارد استخدام أمثل، معناه تعمير الكون سواء بالزراعة أو بالغراس أو بالبناية أو بالتعدين أو بالصحة أو بالتعليم إلى آخره. فالعمارة ليها مفاهيم كتيرة جدا، وبالتالي هي عشان كده أوسع وأشمل من مفهوم الإنتاج. لكن خلينا نتكلم يا شباب، لو قلنا تفتكروا سواء الإنتاج أو العمارة يعني في الاقتصاد الإسلامي هل ليه أهداف؟ هل ليه أهمية؟ هل توجد أهمية للإنتاج أو للعمارة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي؟ لماذا ننتج؟ لماذا ننتج؟ بننتج ليه؟ هل محتاجين إنتاج؟ هل ليه أهمية؟ هل ليه فوائد؟ يا ترى إيه فوائده؟ إيه أهميته؟ لماذا نعمر الكون؟ أولاً طبعاً قبل ده كله بنتكلم على اقتصاد إسلامي، نفس السؤال اللي قلت لك، لو بقول لك ربنا خلقك ليه؟ احنا بنتكلم على اقتصاد اسلامي، فلازم تبقى فكرنا ومرجعيتنا دايما للشريعه الاسلاميه. ربنا خلقك ليه؟ بتاكل ليه؟ بتشرب ليه؟ بتصوم ليه؟ بتصلي ليه؟ بتأدي الطاعات ليه؟ ها؟ هتقول لي طبعا للعباده، وبالتالي ده الهدف والاهميه اللي مش لازم نتكلم فيها. مش المفروض نتكلم فيها، ده هدف لازم يبقى ثابت عندنا. ها؟ قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، او قول اللهم صل على سيدنا محمد، او قول الله عز وجل في اخرى ها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن يا جماعه؟ لله رب العالمين. الايه بتقول كده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بالتالي حياتك كلها لله، سواء بقى بتاكل ليه، بتشرب ليه، بتتعلم ليه، المفروض الاصل والنيه الاصليه انها تكون تعبدا وطاعه لله عز وجل. يعني انت بتتعلم ليه؟ تقول لي والله طلب العلم في سبيل الله، وعشان اكون مؤمن على علم وعلى وعي ومعرفه، ما اكونش مؤمن جاهل او الى اخره، وعشان اكون مؤمن قوي في الايمان وقوي في العقل وقوي في الصحه وقوي في كل حاجه. المؤمن القوي خير من احب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وبالتالي طبعا في اهداف كتيره بقى دنيويه للانتاج، تقدر تقول واحد يقول لك انا بنتج علشان نشبع حاجات ورغبات المجتمع، واحد تاني يقول لك انا بنتج علشان احقق ارباح، واحد تالت يقول لك انا بنتج، ايوه دي كلها اهداف بقى دنيويه نقدر نتكلم فيها كتير وتقدر تذكرها كتير، واحد يقول لك عشان احقق عداله اجتماعيه، واحد بتنتج ليه عشان احقق نمو اقتصادي، واحد بتنتج ليه عشان اصدر، بتنتج ليه عشان اعمل اكتفاء ذاتي، بتنتج ليه عشان وهكذا، تتعدد الاهداف ده، وقعد ينتج ليه يقول لك عشان ابقى عندي منافسه قويه او ابقى قوي في السوق و الى اخره.
فبتتعدد الاهداف، ومش هنتكلم على الكلام دي كتير لان انتوا تقدروا تقولوا من هنا لبكره اهداف كتيره للانتاج حسب رؤيه كل واحد. بس بعد ما عرفنا الهدف الاساسي، الهدف العظيم للانتاج، هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. يعني هنتوقف عند النقطه ديت ان شاء الله عز وجل يا شباب، والمره الجايه باذن الله نبدا من صفحه 24، والمره الجايه ان شاء الله يا شباب هنتكلم على يا ترى الانتاج ده بيتم بشكل عشوائي. لما بنتكلم على الاقتصاد الاسلامي، هل الامور بتتم فيه بعشوائيه ولا لازم يبقى فيه ضوابط؟ والضوابط دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من النظام الراسمالي ولا النظام الاشتراكي؟ يعني نجيب الضوابط بتاع الانتاج دي منين؟ اكيد طبعا هنعتمد على الشريعه الاسلاميه في وضع ضوابط معينه للانتاج. يا ترى ايه مفهوم ضوابط الانتاج؟ يا ترى الجامعه اللي انت منتسب ليها دي ليها ضوابط؟ يا ترى اي مؤسسه او اي شركه او اي مدرسه ليها ضوابط؟ يا ترى انت عندك في الاسره ليه ضوابط؟ طب ما هي الضوابط اذا كان في ضوابط لكل الحاجات دي؟ يا ترى ما مفهوم الضوابط بشكل عام؟ طب الضوابط بقى بتاع الانتاج لما نيجي نعرفها يا ترى هتبقى صعبه ولا سهله؟ هنعرف الكلام ده ان شاء الله عز وجل. وايه انواع الضوابط؟ وايه اهميه وضع الضوابط؟ وما هي اقسام وانواع الضوابط للانتاج في ظل الاقتصاد الاسلامي؟ اللي عايز يعرف الكلام ده كله ان شاء الله عز وجل ينتظرنا في اللقاء القادم باذن الله في نفس الموعد يوم الاحد القادم في الساعه 8 وربع مساء في نفس الميعاد من كل اسبوع يوم الاحد. بشكركم والى ان نلتقي في الاسبوع القادم. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.